وللحديث عن تشظي الأحزاب والتحالفات والصراع السياسي أيضا في العراق، معنا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي الأستاذ كاظم ياور، ومن كوبنهاغن عبر سكايب أيضا الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أرحب بكما ضيفي الكريمين. لعلي أبتدأ معك أستاذ عبد الله، بداية أهلا بك. برأيك، أو يعني هل كان يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، تسمعني أستاذ عبد الله؟ نعم أسمعك بوضوح. نعم، طيب، هل كان تأثير إقرار الموازنة إيجابيا أم سلبيا على العملية السياسية في العراق برأيك؟ ويعني ما تفسيرك لاستمرار هذا الصراع ولعبة شد الحبل بين الأطراف بعد ذلك الإقرار؟ الموازنة في كل أنظمة العالم تكون يعني أمر طبيعي يصب في خدمة المجتمع، وقابلية التنسيق ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية على خدمة المجتمع. إلا أن في العراق الموضوع للموازنة طرح قبل الموازنة، وهو باتفاق إدارة الدولة، تحالف إدارة الدولة، أو اتفاقهم الجوهري هو كان على توزيع هذه الثروة فيما بينهم. لم تطرح برامج تنموية ولا تطرح قضايا وطنية مهمة ذات العلاقة بالمواطن، وإنما طرحت مطالبات لكل كتلة على حدة. فبالتالي يعني أصبح جر الحبل عملية طبيعية فيما بينهم، لأن كل كتلة تريد أن تحصل على قدر أكبر ممكن من الموازنة، خلافا على ما تم الاتفاق عليه. وهذه ليست المرة الأولى تحدث فيما بينهم، جميع الأطراف تتناحر وتشد الحبال فيما بينها من صالح الاستحواذ على كما يسموها كعكة العراق. فالعملية طبيعية جدا أن تكون خلافات فيما بينهم وشد حبل بينهم. هذه هي طبيعة النظام السياسي في العراق، أنه الكتل تقود المجتمع والكتل تنظر بأنانية إلى مصالحها الحزبية الضيقة والمصالح الخاصة بقياداتها. هذا بالصراع الذي يدور فيما بينهم، ولكن بالنسبة للموازنة أرجع أو أعود إلى سؤالي الأساسي، هل لعبت دورا سلبيا أم إيجابيا في العملية السياسية بشكل عام في العراق؟ بالتأكيد الدور سلبي، لأنه الكل يفكر بأن يستحوذ أكبر عدد، يعني كمية أكبر من مما يحق له. فبالتالي خلقت جو سلبي فيما بينهم، وهذا ليس للمرة الأولى ولا الموازنة الأولى أن تدخل أجواء سلبية فيما بين أطراف العملية السياسية، لأنه الأطماع تدخل في الموضوع، وليس يعني لم يختلفوا فيما بينهم على مشروع وطني اقتصادي تنموي يشمل الشمال والجنوب والوسط. لا، هم كم أنا أحصل لصالح كتلتي وكم لك. هذا هو السبب، السلبية التي تحدث وراء كل موازنة، وهذه الموازنة هي الأعمق، لأن الوعود التي قطعها جماعة الإطار إلى جماعة الأكراد كانت وعود أكبر مما يعني حتى كان الشعب غير راضي، لأنه الاتفاقات مبهمة ولحد الآن لم تقتن. لحد الآن هذا السبب، المشكلة الكبيرة أنه أنتم اتفقتوا فيما بين أحزاب على ثروات المجتمع أن تقسموها فيما بينكم، هذا أمر غير مقبول عند الشعب العراقي. فلذلك الأزمة تتعمق وتكون سلبية في كل النتائج. نعم أستاذ كاظم، العديد من الشخصيات في الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهمت الأطراف السياسية بتركها وحيدة في معركة الموازنة. برأيك، ما الذي أدى لتغيير هذه التحالفات بهذا الشكل، رغم الدور لربما المهم الذي لعبه الحزب الديمقراطي بتكليف رئيس الحكومة الحالي السوداني؟ نعم، أحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي السيد الضيف معنا في هذه الحلقة. بالنسبة للتحالفات السياسية والتي نتجت منها تشكيل حكومة السيد السوداني، الكل يعلم أنها لم تأتي فقط عن طريق هذا التحالف ما سميت بإدارة الدولة، بل كان للاعب الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية
وكذلك دعم من إيران بتشكيل هذه الحكومة بهذه الصيغة. فهم لم يكونوا متفقين على استراتيجيات وعلى برامج وعلى منهاج وزاري واضح المعالم، بل كانت هناك اتفاقيات فقط على كيفية تسلم السلطة وتوزيع الوزارات والحصص في البرلمان العراقي وإنقاذ الأحزاب من الانهيار العملية السياسية في العراق. فإذا دور الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا أخذنا كل هذه النقاط التي ذكرتها، كان إيجابيا لمصلحة الإطار التنسيقي الذي كان لولا الحزب الديمقراطي الكردستاني كان السلطة ذاهبة إلى يعني التيار الصدري. وعندما انعزل التيار الصدري عن العملية السياسية، حزب الديمقراطي الكردستاني تمسك بالعملية السياسية وساند الإطار التنسيقي. إذا هم اتفقوا على المضي إنقاذ أنفسهم جميعا، ولكن ما شهدنا غدر حسب ما يسميه حزب الديمقراطي الكردستاني، أنهم عندما تسلموا السلطة والمغانم كانوا الكل شركاء في هذه المغنم. فعندما أتت يعني الغنيمة الكبيرة وهي يعني تقوية هذه الأحزاب عن طريق الموازنة، ومع الأسف الشديد الكل يعلم في العراق منذ 20 سنة الموازنة، إذا أخذنا 90% هذه الموازنات تذهب إلى مصالح الحزبية وكيفية استثمارها واستغلالها نحو الانتخابات. بما أنه نحن مقبلون لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، فهذه الموازنة هي أصبحت يعني في ما وراء الكواليس اتفاقيات ما بين هذه الأحزاب والكتل لكيفية استفادة منها في جوانب معينة، حتى وإن كانت بأسماء مشاريع وطنية أو مصلحة المواطن. فلو كانت هذه الموازنة لمصلحة المواطن لما يعني أخرت إقرارها 6 أشهر. طيب يعني الموازنة في كل العالم يعني في الشهر الأول، في الشهر الثاني فيها يعني باب وجواب، ولكن أن تقر في الشهر السادس ولم تبقى لسنة إلى بضعة أشهر. طيب فهذه دلالات أن نعم. أستاذ كاظم، لماذا قبل حزب الاتحاد الوطني بتغيير التوازنات المعتادة، وما الذي جعله اليوم لربما يبدو أكثر قربا من الإطار التنسيقي؟ يعني أنا ربما أشرت مضمونا عندما كان هناك بعد نتائج الانتخابات الحالية 2021 ظهرت هناك جبهتين، انقسم كل الكتل سواء كان الشيعية وكذلك إلى تيار صدري وإلى إطار التنسيقي، وكذلك الحزبان الحاكمان منذ بداية منذ يعني نتائج الانتخابات أصبح هناك يعني لا توجد بينهما أي تحالف استراتيجي أو ما كان يسمى 50% لكلا الطرفين في تقسيم الحصص الحزبية أو مناصب الحكومية في الإقليم وكذلك في بغداد. فذهب كل حزب باتجاه معين لدى حلفائهم، فأصبح الاتحاد الوطني قريبا ومتمسكا باتفاقاته البينية مع إطار التنسيقي. وإطار التنسيقي اليوم في هذه الموازنة وقف مع مطالب حزب الاتحاد الوطني بكل ما أرادوه من التفاصيل، هم يعتبرونها أنها في مصلحة الإقليم، ولكن حكومة إقليم كردستان العراق وخاصة حزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر أن بعض المواد أو فقرات خاصة في مادة 14 فقرة ثامنة عندما يعني عندما أضيفت في على مشروع الموازنة ولم تكن واردة من الحكومة العراقية، هي جاءت على خلاف يعني مسودة الموازنة من الحكومة، فأصبح هناك مدخل واسع لتدخل
الأحزاب السياسية عن طريق الحكومة الاتحادية في شأن الإقليم، وهذا يعتبرونها أنها تنقيص من الصلاحيات الدستورية للإقليم، فكان لابد أن يكون هناك المرجع الخلاف. إذا أصبح هناك خلاف على الوارد من البغداد ما بين السليمانية وأربيل، أن تكون المحاكم المختصة هي الجهة. وصلت الفكرة أستاذ عبد الله، لماذا لم ينجو الإطار التنسيقي نفسه من هذا الصراع أو التشظي في الداخل؟ يعني تم الإيحاء طوال شهور على أنه لربما تنسيق أو كتل متناسقة فيما بينها، ولكن الآن ظهر التشظي والصراع في داخله. الأطراف الرئيسية التي تشكل الإطار هي تمتلك السلاح والمال، اللي هي جماعة المالكي وجماعة الخزعلي وجماعة هادي العامري. هذه الجماعة الثلاث تمتلك قوة ومال، تريد أن تستحوذ أكثر وتحافظ على وجودها بهذه القوة المالية والعسكرية. لكن الإطار له منسق أعلى وهو الطرف الإيراني، فكل طرف يريد من هؤلاء يريد أن يثبت للطرف الإيراني أنه هو القادر على الهيمنة على السلطة والهيمنة على الإطار والسيطرة، وهو الأقوى وهو الجهة التي يمكن أن تراجعها إيران في أي عملية سياسية داخل إيران. وبالتالي يشكلون التشظي بدأ من خلال الضغط على كل طرف منهم، يحاول يضغط على السوداني للهيمنة عليه وعلى قراراته وتقديم مشاريع خاصة بهم وتمريرها واعتراض الآخر. من هنا بدأت المغانم والمناصب هي سبب التشظي، إضافة إلى العامل الارتباط بإيران وتقديم أنفسهم الطرف الوحيد أو الممثل الأفضل لهذه للإطار. إلى أين يمكن أن يصل هذا التشظي وهذه الخلافات؟ لا يصل إلى كثير، إنما يبقى الصراع تديره إيران، وهذا المنظم الأول والأساس لها إيران، فلذلك لا يمكن لا يصل إلى حد صراع المسلح فيما بينهم، إنما احتمال كبير أن تزاح بعض القوى لسبب ما ولظروف معينة. مثلا طالب في لقاء لقيس القزعلي قال ضرورة حل الحشد، وهذه أمر خطير مبني عليه بالنسبة لهم، يعتبر أمر خطير يبنى عليه الكثير من الأسباب. ماذا يريد ومن وجهه بهذا التوجه؟ هل إيران أم غير إيران؟ فلذلك هذا الصراع تديره إيران وليس الطرف هناك آخر، وليس لهم كأطراف من حق أي واحد من عندهم أن يتخذ قرار المجابهة أو قرار الكسر العظم فيما بينهم. هذه إيران هي الطرف الوحيد المتحكم في هذا الأمر. أستاذ كاظم، برأيك كيف سيكون موقف الشارع في كردستان العراق، وهل سيرضى باستمرار الأمور على هذا المسار بعد فقدان أربيل ميزة الاستقرار المالي لربما والسياسي، توازيا مع الحديث عن تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية والحزبية في بغداد؟ طبعا بالنسبة لمستوى الشعبي، صراحة منذ أكثر من 10 أعوام الشعب في إقليم كردستان العراق ليس حاله من حيث الحصول على رواتبه أو امتيازاته من الموارد الاتحادية أفضل حال من بقية المناطق العراقية أو الشعب العراقي في الجنوب والوسط، وكذلك هم محرومون من لربما في الإقليم هناك تبعات معيشة إضافية عما عليه محافظات العراقية الأخرى. على سبيل المثال هناك مثلا الغلاء الفاحش في الوقود، فلتر البنزين أو نفط أو مشتقات النفطية في العراق سعر رسمي الحكومي غير ما هو عليه في الإقليم. في الإقليم يقاس بمستوى الدول القريبة للإقليم بما يوازي هذه الدول،
فإذا الشعب في الإقليم يعاني معاناة جدا كبيرة، فهو يتأمل أن يكون هناك استقرار سياسي عن طريق أن يكون هناك اتفاقات ما بين كل هذه الأحزاب المتصارعة على السلطة. فهذه الصراعات لا يخسر منها الأحزاب الحاكمة، سواء كانت في إقليم كردستان العراق أو في حتى في الحكومة الاتحادية. فالشعب هم يعني يخسرون عندما يتأخر، يكون هناك مشاكل بين بغداد وأربيل ويتأخر الرواتب أو الحصة الإقليم، من سوف يتضرر؟ يتضرر الشعب في كردستان، وكذلك الموظفون، جميع القطاعات هنا هم متضررون. معيشة أصبحت جدا يعني المواطن حتى في السابق كان كل ربما 40 يوم أحيانا 50 يوم يستلم راتب شهر واحد. شكرا. فكان هناك أمل في هذه المرحلة، في هذه الموازنة، أن تجري الأمور على يعني سياق منتظم وصحيح وتوزيع الثروة بعدالة. شكرا جزيلا لك، كنت وصلت الفكرة، كنت ضيفنا من أربيل عبر سكايب الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. شكرا لكما ضيفي الكريمين.